واجهنا مصاعب كتير قوي، ان الناس كلها كانت بتواجهنا، الناس كلها كانت بتدمر في احلامنا. انتوا مش توصلوا، انتوا مش تقدروا تعملوا حاجه، بس احنا عددنا كل ده. كنا بنركز في تمريننا، بنركز في معسكراتنا، تخلينا عن كل حاجه، تخلينا عن صحابنا، مذاكرتنا، دروسنا، كل حاجه في سبيل ان احنا نوصل اللي احنا فيه دلوقتي. والله احنا محتاجين ان الدوله تدعمنا في ماتشات اعداد، في بطولات اعداد، بحيث ان احنا نقدر فعلا لما نروح افريقيا نقدر نلعب مع الدول الافريقيه القويه في كره اليد، اللي ابدانها قويه جدا وكره اليد عندها قويه جدا. بقول طبعا انجاز تاريخي يكتب للجهاز الفني، وكانت وجهه نظر صائبه لمجلس الاداره، والفضل لازم ما ننساش اولياء الامور لتعاونوا معانا، اللي سمحوا لنا ان احنا نستهلك مدة طويلة ويتعبوا معانا، يحضروا بتاعنا في تمرين البنات، يبقى أولياء الأمور دايما مصاحبين لبناتهم غير الأولاد. يا تسكين هنا، سيب الشنطة، سيب الشنطة وتعالي لي بس. انتوا عشان سيب. انتوا قناة ايه؟ احنا وكالة الأنباء الأفريقية سترينجرز.